طبعا موافقه. ايه ده انت كمان؟ لا ده انت رباطيه بقى. حجتك بتلت اهو يا معلم. حجه ايه وانا كنت حجته؟ البيه بيقول انه مش هيتجوز جاب لاخته الاكبر منه. لا يا حبيبي ريح نفسك، انا اخر واحده هتتجوز. الجواز ايه؟ ده مشروع فاشل اهو. اهو شفت قالت لك ده مشروع فاشل. انت عايز تلبسيها بقى في المشروع الفاشل ده؟ طب يا فاتن قومي خش الاوضه. طب استنى هقنعه معايا. لا تقنعي، انا غلطان ان انا جبتك اساسا. اتكلي على الله، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. بقول لك ايه، فكك بقى من ام الحوار ده. بقول لك ايه، اسمع الكلام بقى وهتنفذ اللي هنقوله من سكات. يعني ايه يا عم هو الجواز بالعافيه؟ لا بالحب يا عاطف، بالحب يا عتر يا مجدع، يلي كنت بتقف قدام اي حد يرازي اي بنت في الشارع. ماشي يا عم، بس ده جواز مش خناقه في الشارع. انا لسه صغير ومعشتش حياتي. يبقى بالحلال بقى يا عاطف، بالحلال. وبعدين ما تنكرش ان انت بتحب البت دي، وانت كمان عارف ان هي عايزاك. وما تنكرش انك حسيت بغلطك وجيت عيطت قدامي، صح؟ قلت لي دبحت هي وابوها. يا عم انا كنت متضايق عشان امي. ما احنا كمان متضايقين يا عاطف. فرح امك يا عاطف. فرح امك بقى. لا يا عاطف بقى، في ايه؟ طبطب على قلبها بدبله في ايدك كده. امك تعبانه يا عاطف، مخنوقه من اخواتك، من فاتن ومن عزه ومن حسن. امك بتموت، دايره تدور على ولادها في الشوارع، ومحدش بقى هيلم ولادها دول غير خطوبتك.